معلم، شغلة الأولاد عم تخرب لنا شغلنا. بس قرب من وحدة تانية بذكرني بهالحكي. شوف لقلك ياها من هلا، بعد عن المتاحية. ايه أمرك؟ ليك عم يتصل عمك. معلم على الأقل اطلب في الأرحبية عرس. ما تواخذوني، وين التواليت؟ رجع على سيارتك. شو اعملها بأرضي يعني؟ حدا يفهمه لهذا شو التواليت؟ لك أخي تعال هون. ريح لي حالك، ماني جاي. أنا شو اسمي؟ مماتي. مراد شي؟ لا. بتسوق السيارة مثل خلق، ولا بقوس براسك رصاصة وبسوق السيارة على كيفي؟ خلص حجزت لك قبر كبير وحلو واسع مثل البحر وبطابقين. بدك بحط لك جوهر تحت أو بحط لك نجدة. شو؟ عم تقول المدعية صغيرة؟ أنت رجال الزمان الأول كالعادة معلم. معلم أنت الليلة رح تبقى هون شي؟ أي بيباتي. حلال عليك، أنت دنجوان زمانك مثل العادة. بتقوص الزلم بتقرأ فاتحته عبد الحي؟ ساح وشك بإيديك، الناس عم تطلع عليك. شو عم تقول مماتي؟ عم قول رجعنا لأيامنا الماضي معلم، نقتل ونحن منرد عليه التراب. كنت مفكر شي سؤال صعب يا زلمة. اوعك تصدق هالحكي، لساتنا بالألفين وأربعة ولساتنا أقوياء ولساتنا حلوين. اطلبوا الإسعاف، عبد الحي كسر أنفه، فات من الحيط.